نروح لكأس العالم للأندية سريعا. كابتن وجيه، شايف التحكيم ازاي سريعا كده في كأس العالم للأندية، خصوصا وانا أبدأ من عندك، حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة، الكل ينتظر منه الكثير لأن الديربي قوي. طبعا الحكم اللي متعين هو حكم من ضمن الحكام الصفوة، وحكم من ضمن الحكام المختارين لكأس العالم القادم. طبعا هو والطاقم بتاعه كلهم، لأن البطولات دي كلها دول الحكام كلها يعني. يا كابتن وجيه لحظة بس، أنت قلت حاجة مهمة، يعني اللي في كأس العالم للأندية من حكام الصفوة؟ طبعا يعني دول دول مرشحين لكأس العالم 2026. يعني المعيار في اختيار كأس العالم للأندية هو نفس معيار كأس العالم. بص يا أستاذ عبد الناصر، اختيارات حكام البطولات دي هي مجموعة من البطولات، كأس العالم للأندية وكأس العالم للناشئين وكأس العالم للشباب وبعدين الدورة الأولمبية، دول مجموعة من البطولات بيقيم فيها الحكام المرشحين لكأس العالم 2026. بعد كده بيقيم كل حكم وكل طاقم تحكيم، تمام، في النهاية بيشوفوا مين الأفضل، تمام، ويتم ياخدوه في بطولات طبقا، تمام، للمعايير اللي بيقررها الاتحاد الدولي ولجنة الحكام الدولية. الحكام معاك يا كابتن، حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة؟ طبعا الحكام خيسيوس فنزويلا، خيسيوس فنزويلا حكم ساحة، ومعاه حكم مساعد خورخي، حكم مساعد تاني توليو سورينو، الحكم الرابع كوانا إجو من نيوزيلندا. اللي أنا عايز أقوله الطاقم كل دول حكام مرشحين لحكام كأس العالم اللي جاي، وده البطولة دي درجات، كل حكم بيلعب ماتش بيقعد بالاتحاد الدولي أو لجنة الحكام الدولية. طبعا هي بعتة في البطولة منسقين وأعضاء في لجنة الحكام الدولية بيقيموا الأداء التحكيمي لكل حكم، وبعد كده مين اللي يقدر يلعب الدور قبل النهائي ومين اللي يلعب يقدر يلعب النهائي. طيب خلينا نروح لتوقيت المباراة، زملائي في الإعداد والإخراج عشان الناس بتسألنا، يبقى كده طاقم التحكيم الكابتن وجيه بيتوسم فيه خيرا وأن يكون على قدر المسؤولية. أما توقيت المباراة فالمباراة طبعا النهاردة الجمعة 15/12/2023 على الهواء مباشرة في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة. وصديقنا العزيز نجم التعليق العربي الكابتن مدحت شلبي سيكون معلقا على المباراة على الصوتية الأولى، وهذا ما يعنينا، وسنتابعه جميعا عبر النقل المباشر في قناة STC السعودية الرياضية، وهي صاحبة الحقوق الوحيدة STC HD سبورت، هي الناقلة الوحيدة للمباراة بتعليق الكابتن مدحت شلبي. وفهد العتيبي على ما لكن انا يعني الكابتن مدحت، انا اسمع الكابتن مدحت يا حبيبي، والمصريين كلهم هيسمعوا الكابتن مدحت. طيب كابتن سامح، استعدادات الاهلي، الاهلي اختتم تدريباته زي ما قال لنا مراسلنا هناك محمود الشيخ واحمد الجيوشي، ويعني التدريب كان الساعه 3 بمدينه الملك عبد الله الرياضيه، وكانت استعدادات قوية. المران بدأ بمحاضرة نظرية للمستر كولر وحرص على شرح بعض الجوانب الفنية، وكان زي ما قال لنا مراسلنا والناس اللي اتفرجت على الفترة المفتوحة للتدريب انه كان التركيز على نقاط الضعف في خط دفاع اتحاد جدة، ولاعبوا الفريق خاضوا فقرة بدنية بقيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال قبل تنفيذ بعض الجانب الخططي اللي هيخوض به مستر كولر المباراة، واللي كان بعيدا عن أعين الإعلام ومش عايزين نتكلم في تفاصيله. بعد كده عقد كولر مع معاوني اجتماع بعد المران الختامي، تحدثوا على بعض الأمور الفنية والتكتيكية وكلام عن التشكيل المتوقع، يعني وإحنا نستعرض معاك لقطات كما جاءتنا مباشرة من جدة ومن المدينة الرياضية في جدة، شايف الدنيا إزاي والاستعدادات إزاي كابتن سامح؟
طبعا هي مباراة بعيدا عن هي بين أشقاء زي ما حضرتك قلت، والفريقين طبعا بيسعوا للفوز، لأن الفوز ده خلاص بيمهد الطريق للوصول لأبعد طريق في كأس العالم. هي مباراة بالتأكيد صعبة، يمكن لما شفنا المباراة الأولى لاتحاد جدة بصراحة فرقة تقيلة، كابتن عبد الناصر بلغة الكورة فرقة تقيلة بالمعنى الحرفي، بتمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين جدا. في المقابل طبعا النادي الأهلي نادي القرن، الفرقة اللي بتشرف مصر بال رقم ريكورد، اعلى ريكورد في جميع الانديه العربيه وصولا لكاس العالم للانديه، اصبح ما فيش رهبه. ولكن هي مواجهه انا شايفها مواجهه صعبه، النادي الاهلي هيحاول جد طبعا ان هو يحقق الفوز على خصم عنيد، خصم عنيد بالمعنى الحرفي. طبعا في فرق كبير في البطولات وفي الاسم وكل حاجه ما اختلفناش، وحتى في ترتيب الدوري، ان النادي الاهلي طبعا متصدر الدوري حتى وان تبقى ليه مباريات، ولكن هو دائما من انديه الدوري. على العكس طبعا نادي الاتحاد جدة في المركز الخامس في الدوري السعودي، فارق 14 نقطة ما بينه وبين المتصدر، لكن أنا شايفها مواجهة صعبة جدا. والمسابقات المحلية مش معيار، يعني خليني بطل الدوري الموسم اللي فات طبعا فازل. يعني خلي بالك، بما انك انت متخصص في هذا الجزء، ماذا يعني ان كولر يعقد جلسه مع لعيب الخط الهجومي وكان كل كلامه معاهم استغلال انصاف الفرص طبعاً. لان المباراه ليس فيها رفاهيه تضييع الفرص. بالظبط، هي مباراه صعبه جدا امام مهاجمي النادي الاهلي غدا، وبعدين الاهلي بقاله اربع او خمس مباريات بدون انياب حقيقيه على المرمى. وشفنا ليه تعادلات الاخيره كلها يا 0-0 يا 1-1، يعني بيجي لك 5-6-7-8 فرص في المباراه الواحده ما بتجيبش منها اهداف. بكره مش هيبقى عندك فرص كتير امام مرمى اتحاد الجده السعودي، خاصه ان هو يملك 8 أو 9 لعيبه محترفين في كل المراكز يا كابتن عبد الناصر، كلهم مميزين كمان، وبعدين كلهم 5 ستارز، يعني مش لعيبه درجه ثانيه ولا ثالثه، ده كلهم لعيبه دوليه ودرجه اولى. حتى حارس المرمى برازيلي وحارس جامد جدا، وخط الدفاع طبعا حجازي، حضرتك عارف احمد حجازي، وعندهم لويس فيلبي المدافع الايطالي، وعندهم لعيب تاني ايطالي برضو في خط الدفاع، غير طبعا كريم بنزيما اشهر مهاجمي العالم، وعندك كونتي لاعب احسن لاعب خط وسط في العالم، وفهد المؤلد وهارون كامارا ومارسيليو جروهي وسعود وفابينيو البرازيلي واحسن لاعب خط وسط في البرازيل، وعندك عندهم مهاجم رهيب غير جوتا البرازيلي، عندهم مهاجم تاني رومارينيو بص على فكره البرازيلي، انا متابعه من 3 سنين وحببني في الاتحاد في الفتره الاخيره، عارف ده لاعب ملوش حل، ده هداف اتحاد جده التاريخي طبعا، ولعب وبعد كده خلي بالك انت ناسي عبد الرزاق حمد الله المغربي اللي كان عنده تجربة طبية في المران الأخير بالزبط. وحتى الآن لم تتأكد مشاركته من عدم لكن الوارد يلعب لكن زي ما حضرتك قلت رومارينيو الهداف التاريخي طبعا جايب فوق 70 هدف يا تخيل كريم بنزيما والراجل ده وعبد الرزاق مباراة صعبة جدا 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 على النادي وعبد الرزاق حمد الله صعبة جدا. أكرم في مشكلة معاه في الجنة من الكواليس من محمود الشيخ أستاذ سامح، هو كلام طبعا كابتن محمود الشيخ ان هو يعني ان هيلعب باكرم توفيق، المفروض انه هيلعب باكرم توفيق على حساب هاني، طبعا محمد هاني طبعا من اللعيبه اللي الفتره الاخيره يعني كولر من متمسك بيه بيديله، وهو للامانه برضه من اللعيب اللي بيأدي بصوره جيده، اعضاء الداخل الجهاز الفني بيشوفوا ان كولر لازم يدفع باكرم توفيق على حساب هاني، ولكن اعتقد ان كولر هيتمسك بوجود هاني، ده قدراته هجوميه كمان عاليه. اكرم قبل ما اروح لك لتوقع الشخص للتشكيل، تشفع له انه يقعد له هاني ولا العكس يا كابتن؟ الروح القتاليه بتاعت اكرم توفيق أعلى روح قتاليه في النادي الاهلي حاليا، لكن قدراته الهجوميه اللي هاني اعلى طبعا. هاني بيأدي الحته الهجوميه بشكل على عكس انت محتاج بقى دلوقتي تجانس ما بين الدفاع والهجوم، بصراحه الاثنين رائعين طبعا، بس يلعب باي واحد فيهم، انا لو مدير فني الاثنين ادائهم مميز، العب بالاثنين، العب واحد فيهم باك يمين والعب بالثاني خط وسط مدافع، العب باكرم توفيق خط وسط مدافع مع مروان عطيه، بس هتحاول تثبت التشكيل، لا واحد بيلعب على طول مروان عطيه بيلعب على طول، المدير مروان ما ينفعش اريحه، العب بجنبه ما ينفعش اريح مروان، لا العب جانبه بجانبه، وديانج اريح ديانج ثلاثه، طيب تلعب ثلاثة دفاع ثلاثة وسط ملعب دفاع، جوزيلو كان بيلعب مين هو كده؟ مش هتروح انا رايح ادافع بقى، انت هتلعب 4 3 انا رايح ادافع صح.